ما زلنا. العم الفاضل سعد الناهض رحمه الله، الله يرحمه، رئيسا لغرفة تجارة وصناعة الكويت. نعم. مسلم البراك في يوم من الأيام قال غرفة التجارة أقوى من وزارة التجارة. أنت كابن لسعد الناهض وعلاقتك في غرفة تجارة وصناعة الكويت هو وزير للتجارة، هل لاحظت هذا الكلام في موقع التنفيذ بالنسبة لي تنامي دور الغرفة في التأثير على القرار الاقتصادي والتجاري أكثر من وزارة التجارة؟ أنا أختلف مع هالكلام. أنا أقول لك إياها اليوم، غرفة التجارة جمعية نفعان تمثل رأي التجار المشتركين والمنتسبين إليها، بحيث أنهم يروجون حق الصناعات الكويتية أو المنتجات الكويتية، وبالمقابل شنو ممكن أشياء نجيبها من الخارج اللي ممكن تفيد المستهلك الكويتي أو الشركات الكويتية بشكل عام. فاليوم وجود غرفة التجارة في كل دول العالم هي أداة أو خلينا نقول جمعية نفع عام لإظهار صوت التجار في هذه الدول. في بعض الأمور أنا أتفق فيها، على سبيل المثال الاشتراكات. الاشتراكات ما لازم تكون إلزامية، الاشتراكات لازم تكون اختيارية. أنا مثلا شركة صغيرة أو متوسطة، شركة صغيرة أو متوسطة ما أحتاج خدمات وزارة التجارة، أنا قاعد أشتغل بمحيطي هنا، إن كبرت ديك الساعة ممكن أشترك ويكون لي صوت، ولكن بوضع الحالي أنا ما أحتاج. طيب ليش أروح أدفع لهم الاشتراكات؟ وليش بعض هيئات الدولة تطلب هالشيء موجود قصب؟ فأنا أعتقد تغيير القانون بما يخص هذه الجزئية وايد مهم، ولكن ما لازم يكون في تدخل من الحكومة في عمل غرفة وزارة التجارة. هو لوبي، صوت للتجار، ولكن ما في أي نوع من أنواع التأثير. القرار بالنهاية موجود للحكومة وليس لغرفة التجارة. التجارة مجرد تعطي وجهة نظر، وجهة النظر مالتها مستحقة لأنهم فعلياً يمثلون التجار، وشنو المعوقات اللي قاعدة يمرون فيها تجار الكويت، إن كان من ناحية غلاء القسائم الصناعية، إن كان من ناحية غلاء التخزين، إن كان من غلاء يعني كثير من الأمور. غرفة التجارة هم بعد عندها وجهة نظر،